السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم امام قناه عالم ايمان التنظيم والوصفات. رجعت لكم البنات اليوم فيديو جديده، كنتمنى انها تفيدكم، واللي غادي تكون عباره عن طريقه تشغيل اله غسيل الملابس. طلبتوها مني بزاف ديال المرات وعده مرات، يعني من شحال هادي، ولكن يلاه كتبت اليوم. بزاف ديال الاخوات بغاو يعرفوا كيفاش كنستعمل الاله ديال غسيل الملابس، وبالضبط الاخوات اللي عندهم نفس لاماركه اللي عندي اللي هي سامسونج، واحد الماركه صراحه اللي زوينه بزاف واللي نفعتني وجدا عمليه وكتخرج التسبيل مزيان. ولكن بعد قبل ما نبداو بغيت نعرفكم بالمنتوجات اللي كنستعمل واللي تيخرج لي الصابون ديالي نقي، يعني ما فيهش هكذا بقع. المهم غير اول شيء كنصحكم انكم ما تستعملوش نهائيا تيد اولا اغيال اللي كيكون حبيبات، لاني كنت كنستعملو انا من قبل وكان كيخسر لي الاله ديال غسيل الملابس، وداك المكان كذلك كنوضعو فيه المسحوق كان كيعمر بزاف وكان تيكون هكا واحد الكويرات وما كانش تيخرج ديال الغسيل نهائيا، وكيبقاو هكا ديطاش والبقع ديال التيد اولا ديال الاغيال. فمن بعد ما بديت كنستعمل المنتوج اللي هو سائل صراحه كانت نتيجة احسن، وحتى الاله ديال غسيل الملابس كتبقى هكا مزيانه وما كتفسدش. المهم البنات بالنسبه للمنتوجات اللي كنستعمل، راني كنت وريتهم لكم شحال هادي في واحد الفيديو قديمه. هذا اريال اللي كنت خديت واحد المره من السبته، كنت شاركت معكم هذا المنتوج وقلت لكم بانه صراحه زوين بزاف وكتستعملوا فقط يعني بهذا كتفتحوه بحال هكا وكتعمروا يعني كل غسله تقريبا اولا كل ماكينه كنستعمل فيها هاد الكويس هذا قد هكذا فقط، وكيخرج لي الصابون مزيان. فتقضى لي مؤخرا ما بقاش عندي وعوضته باغيال اللي هو دائما سائل، وهذا خديته من كارفور، راه كاين في مرجان وكاين في كارفور كذلك. كيجي حتى هو بهذا الشكل سائل وفي هاد الكويس، حتى هو كتعمروه بالمسحوق وكتوضعوه في الاله ديال غسيل الملابس. وكندير كذلك هاد المعطر اللي كيخلي لي هكا الريحه زوينه في الحوايج ديالي. هذا كنت كذلك خديته من سبزه بالضبط من ليدل على ما اظن، وتا هو زوين يعني لا مارك ديال دوسي، راه حتى هو غادي تلقاوه في المحلات الكبرى في مرجان كارفور في هذوك لي غروند سيرفاس. وتا هو كنعمر فقط هاد لو بوشون اولا هاد الكويس وكنديرو في كل غسله اولا في كل تصبينه. البنات هذه هي الاله ديال غسيل الملابس، راكم شفتوها عندي عده مرات، هي اله سامسونج وفيها 6 كيلو بطبيعة الحال، يعني عندها نفس لي زوبسيون ونفس البرنامج ديال 7 كيلو و 8 اكثر او لا اقل. المهم اول حاجه هاد الدرج راكم كتعرفوه، هاد الدرج هو اللي كنوضعوا فيه المسحوق ديال تنظيف الملابس. فيه هنايا ثلاثه تاع الاماكن، هاد المكان صراحه ما كنستعملوش بزاف لانه خاص بالبري لافاج، يعني ما كنديروش، فقط كندير واحد الغسله اللي يعني برينسيبال هنا فين كنوضع المسحوق ديال غسيل الملابس، سواء كيف ما قلت لكم اغيال اولا اي مسحوق عندكم، من الاحسن يكون سائل. وفي هذا المكان فين كاينه واحد الوريضه في الداخل، هنا فين كنوضع المعطر اولا المسحوق ديال تعطير الملابس. المهم كتوضعوا هنايا المساحيق ديالكم اللي كتستعملوا وكتسدوا الدرج بهذا الشكل. كنصحكم البنات بانه ما تحلوش نهائيا الدرج ملي تكون الاله ديال الغسيل مشغله. هنا البنات عندنا المكان اللي كنديروا فيه لا بروغراماسيون اولا يعني البرنامج، اين برنامج غادي نستعملوا، النوع ديال الغسيل، الحراره اللي غادي نستعملوا الى اخره، غادي نوريكم الان يعني وغنعطيكم الديتاي. كنتمنى البنات تكون الكاميرا قريبه باش تشوفوا احسن. فوالا هنا البنات غنشعل معكم الاله باش نوريكم هكا كاع لي زوبسيون اللي كاينين والبرنامج اللي تقدروا تستعملوا. كيف ما كتلاحظوا في هذا المكان يعني من هنا كيقوم ولا كنقوموا باشتعال هاد الاله، كتبركوا بهذا الشكل. في هذا المكان عندنا هنايا بوز، يعني الا كنتوا مثلا كتغسلوا الملابس وتوقفوا وديروا واحد البوز اولا واحد الوقفه، كتبركوا على هادي. وهنا في هذا المكان عندكم كاع لي زوبسيون اللي يمكن لكم تستعملوا اللي خاصه بهذيك الغسله اولا بهذاك الصابون اللي نتوما غادي تغسلوا. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد هاد الدائره هي اللي كتبقاو تحكموا فيها وكتشوفوا على حساب اين النوع ديال الغسله غادي تستعملوا، واش القطن، واش الملابس الخفيفه، واش لي جين، واش ملابس الاطفال الى اخره، كتبقاو تحكموا فيها كيف ما بغيتوا. انا غادي نوريكم كل واحد لاش كيصلح. في هذا المكان البنات عندكم هذوك لي زوبسيون اللي غادي تستعملوا. اول حاجه عندنا هنا هي لا تمبيراتور اولا الحراره، يعني الحراره اللي غادي نصبنوا بها الملابس ديالنا، كنصحكم ما تكون جدا مرتفعه باش ما يتكمشوش لكم.
احنا عاده كنخليها ما بين 20 و 40 فيعني الحراره العاديه اللي يمكن لها تخرج لنا الملابس ديالنا ما مكملشينس. المهم كتبركوا وكتشوفوا نتوما اين هو النوع ديال الحراره اللي كتناسبكم. لي سوغاج اولا التعصار نفس الشيء، يمكن لكم تعصروا ب 1200 اولا ب 800 اولا ب 400، وعندكم هنايا واحد لو سين صغير اللي داير فيه واحد الدائره اللي كيعني انكم ما تعصروش، يعني الا كنتو نتوما بغيتو تخليو الغسيل ديالكم بلا ما يتعصر كتبركو على هاد المكان كيف ما كتلاحظوا، يعني اننا ما غاديش نعصروا الغسيل ديالنا. هنا لي زوبسيون في هاد المكان الثالث البنات عندكم واحد ثلاثه تاع لي زوبسيون اللي زايدين. هاد لي زوبسيون بالنسبه للاولى، الاولى كيسموها انتنسيف، يعني بالنسبه للملابس اللي كتكون جدا متسخه كتبركوا على هاد لو بوطون هذا وكتخليو يعني الماكينه ديالكم تزيد يعني تفرك مزيان هذوك الملابس. بالنسبه لهذا الثاني اللي فيه بحال واحد السطل كيف ما كتلاحظوا، هذا كيتسمى البريلافاج، يعني قبل ما تبداو تصبنوا الملابس ديالكم كدير واحد الدوره سريعه عاد من بعد كتبدا يعني في الغسله البرينسيبال. هذا انا ما كنستعملوش كما قلت لكم لانني في هذاك الدرج اللي كنوضعوا فيه المساحيق ديال التصبيغ ما كنستعملش هذاك لو بريلافاج. وعندنا بحال واحد تيشيرت هنايا في المكان الثالث اللي هو لو غانساج، واللي زائد يعني ملي كدوروا الاله ديال غسيل الملابس ديالكم وكتبركوا على هذا المكان هذا الثالث اللي فيه بحال واحد تيشيرت او واحد تريكو، يعني بانكم غادي تزيدوا واحد الغانساج او واحد التشليله اخرى زايده. فهادو البنات دي زوبسيون اللي زايدين، وعاده صراحه انا ما كنستعملهمش بزاف، كنقتصر فقط على هاد الحراره وعلى التعصار. هنا عندنا لا ريديفيري، الا نتوما يعني بغيتو توقفوا الاله ديال غسيل الملابس في واحد الوقت محدد كتبركو هنايا وكتختاروا يعني الساعه، واش دقيقه واش جوج دقائق واش ثلاثه واش اربعه، وانتوما غاديين حتى كتحددوا الوقت اللي بغيتو الاله توقف فيه. وفي هذا المكان هذا اللي سميتو ترومباج اللي هو اخر اوبسيون، هذه كيديروها عاده بالنسبه للملابس يكونوا فيهم لي طاش بقع كثيره كتبركوا عليها باش تفرك مره اخرى، يعني هذه راه بحال هذه اللي في لي زوبسيون ولكن هذه اكثر، يعني ملي كتبركوا عليها كيعني ان الغسيل ديالكم غادي يزيد يتفرك وغادي يزيد ياخذ الوقت اكثر من اللازم، وتا هي صراحه ما كنستعملهاش. الان البنات غادي نختاروا البرنامج اللي غنغسلوا به الملابس ديالنا. من بعد ما كنوضعوا الملابس في الاله يعني في الداخل، غادي نجيو غادي نختاروا البرنامج اللي كيكون في هذا المكان. عندكم برامج اولا دي زوبسيون مختلفه، وانتم كتحددوا النوعيه ديال الغسيل اللي غتستعملوا. بالنسبه لاول نوعيه غادي تدوروا فقط هذا اولا هذا البوطون بهذا الشكل. عندنا اول وحده هي اكسبريس 15 دقيقه، وهذه خاصه بالملابس اللي ما كتكونش متسخه، ملابس هكا خفيفه دي سيرفييت شي حاجه اللي ما موسخاش نهائيا، بغيتو غير تشلوها وتغسلوها وتبقى فيها هكا واحد الريحه زوينه كديروها في الاله 15 دقيقه فقط وكتخرجوا الملابس ديالكم. كنصحكم ما ديروهاش نهائيا بالنسبه للملابس ديال الاطفال او الملابس المتسخه لانها ما غاديش تخرج لكم البقع، يعني كما قلت لكم هذه 15 دقيقه خاصه فقط بشي حاجه اللي بغينا غير هكا نشلوها ونغسلوها بواحد الغسله خفيفه. هنا بالنسبه لوبسيون الثانيه خاصه بالجين، هذه يعني اي جينات عندكم سراول مثلا في اللون الاسود، جينات اللي غادي يطلبوا انك تفركهم مزيان، فيمكن لكم ديروا هاد لوبسيون وكتاخذ 69 دقيقه. فهذه انا ديما كنجربها، يعني كنستعمل اكسبريس كنستعمل هذه كذلك 69 دقيقه وكتخرجي الملابس نقيين. هنايا عندنا لالين اولا الصوفه، حتى هي فيها 51 دقيقه، وهذه خاصة يعني بالتريكويات اولا اي حاجة عندكم ديال الصوف يمكن لكم تستعملوها، كدير واحد الغسلة خاصة وما كتضيعش لكم الصوفة ديالكم. هنا عندنا بيبي كوتون، يعني الملابس ديال الاطفال ديال القطن، عندها 3 ساعات. صراحة هذه طويلة بزاف ما كنديرهاش نهائيا لان ما عنديش دي بيبي صغار، ولكن يمكن لكم ديروها لوليداتكم صغارين فكتغسل كذلك مزيان. هنا عندنا الملابس الرياضية سبور فيها 74 دقيقه، حتى هي يعني خاصه بالملابس ديال الرياضه، المهم كتبقاو مستمرين البنات وكتشوفوا. هنا عندي غانساج اي سوغاج، يعني فقط التشلال والتعصار، يعني عندكم ملابس اللي ديجا نتوما صبنتو يمكن هكا بيديكم اولا فركتوهم هكذا شويه كتدخلوهم في الاله وكتخليهم فقط يتشلوا ويتعصروا، فيها 17 دقيقه. هنا عندي فقط التعصار فيها 12 دقيقه. سانتيتيك هي صراحه سانتيتيك اللي كندير بزاف،
هذه كدير واحد النوعيه اللي خاصه ويمكن لكم تضعوا فيها الانواع ديال الملابس العاديه، يعني الاقمشه العاديه يعني اللي كنلبسوا عاده، كتدخلوهم لهنايا كتاخذ 3 تاع الساعات. صراحه هي كثيره ولكن كتخرج الحوايج مزيان. هنا البنات عندنا كما كتلاحظوا كوطون، في واحد الاو هنايا، هذه حتى هي خاصه يعني بالقطن باللانج يعني دو طابل لي زور، داكشي ديال القطن البنات اللي كتعرفوا، ولكن واحد الغسله اللي كتكون هكا يعني مجهده بزاف. هذه كتاخذ 4 ديال السوايع، وصراحه ما كنديرهاش، كندير مثلا هذه الكوطون العادي فيها 3 تاع السوايع. وهذه بالنسبه يعني للقطن، يعني بصفه عامه كاع الملابس اللي فيها القطن يمكن لكم توضعوها على هذا البروغرام وكتاخذ 3 تاع السوايع. اخر شيء بغيت نوريكم البنات، الا بغيتوا تغسلوا الدرج ديال المسحوق ديال غسيل الملابس، ما عليكم غير تحيدوه، راه كيتحيد بكل سهوله بهذا الشكل، ويمكن لكم تنظفوه وترجعوه للمكان ديالو. سمعوا الطيرات ديالي كيغنيو، كيدير واحد الاصوات زوينين الصراحه. ها انتما كيف ما كتلاحظوا يمكن لكم تنظفوه وترجعوه للمكان ديالو وتحيدوا كاع داك اللي كيبقى لاصق، دي فوا تيخلي داك البقع. وكيف ما قلت لكم الا كنتو كديروا التيد حبيبات راه غيبقى لكم هنايا يعني واحد الكتل ديال التيد، من الاحسن تستعملوا فقط السائل. فوالا، كنتمنى البنات الفيديو تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وهاد المعلومات تكون فاتكم، خصوصا بالنسبه للاخوات اللي سولوني بزاف ديال المرات وباستمرار على هاد لي زوبسيون واللي عندهم نفس هاد الاله. شكرا بزاف على التبع ديالكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد، نقول لكم الى اللقاء.